فورسو كيمر الكره فورسو متولي وانتهى سيناريو الديربي وانتهى ياجور الهدف الاول اذا هدف فارس ضاعت وهنا الهدف الثاني لاحظوا فورسو كيمر الكره جميله ومتولي هنا يسجل الهدف الثاني بعد ما تضمت كرة بالحارس عقيل يا له من سيناريو بعد الديربي 116 فريق الرجاء متقدم ويمكن ان نقول بهذا الاداء اللي كنتمه للرياضة القطرية لكرة القدم.